فيصل التبيني النائب تونسي اسمه متصدر منصات التواصل من أسابيع والسبب تصريحاته الجدلية. النائب من زمان معروف بآراء وتصريحاته المثيرة للجدل، لكن خلال الأسابيع الماضية زادت هذه التصريحات وتحولت لما يشبه المعركة الشخصية بينه وبين الناشطة الحقوقية والبرلمانية السابقة بشرة بالحاج حميدة من أيام وتحت تحديدا قبة البرلمان. وخلال هجومه على الناشطة فاجأ النائب التوانسة بتصريح أثار جدل واستنكار واسع. نتابع. وعليه أعتقد وأن المتاجرة والنفاق السياسي وصل حده. بشرة بالحاج حميدة في دارها ما هيش في مجلس النواب، حلوا مشاكلك في مجلس النواب اللي ولت قريب يولي كارت. وعليه أعتقد وأن المتاجرة والنفاق السياسي وصل حده. بشرة بالحاج حميدة في دارها ما هيش في مجلس النواب، حلوا مشاكلك في مجلس النواب اللي ولت قريب يولي. هذا التصريح قلب الدنيا، خصوصا وأنه ما كان بس استهداف للناشطة بل كان في يعني غلط صريح في مجلس النواب ككل. وكثير علقوا أنه هذه مو أول مرة يطلع من هذا النائب تصريح غير لائق. أزمته مع الناشطة بشرة بالحاج حميدة كانت بدأت بسبب اختلافهم بالرأي حول عقوبة الإعدام، وهو الموضوع اللي أثاره اغتصاب ومقتل شابة تونسية بطريقة بشعة واللي طلع في أعقابها كثار ناس طالبوا بتطبيق عقوبة الإعدام المجمدة في البلاد. وفي مقابل هؤلاء طلع آخرين من بينهم الناشطة وعبروا عن رأيهم الرافض للإعدام. وقتها وتحديدا يوم 28/9 طلع النائب في بوست وفيديو على حسابه على فيسبوك وانتقد رأي الناشطة وقال إنها ترفض الإعدام لأنها لم تجد من يغتصبها. هذا التصريح كان سبب هجوم كبير عليه ودفع مجموعة من المحامين لرفع قضايا جزائية ضده أو ضد ما اعتبروا تحديدا تهجم من النائب ومساس بمكانة المرأة وهبوط غير أخلاقي على حد وصفهم. وبعد كل هذا الجدل اللي انتهى بالمقطع اللي عرضنا لكم هو وبهذا الوصف للبرلمان، نقلت وسائل إعلام تونسية أنباء عن قرار وكيل الجمهورية بابتدائية تونس فتح بحث أو بحث تحقيقي ضد النائب فيصل التبيني على خلفية تصريحاته الأخيرة وتدويناته على صفحات مواقع التواصل المتعلقة بالحقوقية أو بالحقوقية بشرة بالحاج حميدة وإحالة الملف إلى الفرقة المركزية للحرس الوطني بالعوينة.